خليني ابدا من تقييم عام للبطوله، يعني قبل ما ادخل على 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 ماتش امبارح بشكل محدد، شايفين مقدمات ما قبل البطوله ازاي كابتن ماهر، وانعكاسها على الاداء اللي قدمه الاهلي في الماتشين لغايه دلوقتي، الماتش الاول قدام مونتريال المكسيكي والماتش الثاني امبارح قدام بالميراس. انت في البدايه احمد لخصت الظروف المعاكسه للنادي الاهلي في مشوار هذه البطوله بصراحه، يعني من ناحيه لعيبه المنتخب، من ناحيه اللعيبه المصابه، من ناحيه اللعيبه المجهده، يعني فعلا النادي الاهلي بيمر بظروف في منتهى الصعوبه يعني. وفي نفس الوقت طبعا انا مشفق على اللعيبه او على المجهود اللي بيأدوه، ومشفق على الجهاز الفني برضك مستر موسيماني في الفتره التحضيريه أيوة. الاولى احنا اتكلمنا فيها أيوة. ان قطاع الناشئين اخذ وقت كافي قوي ان هو يقدر يشوف عنصر او عنصرين، وفعلا في البطوله كان مقدم عنصر من ضمن العناصر اللي بدات تثبت وجودها. وفي نفس الوقت طبعا وجود اللعيبه الدوليين اللي هم جم مجهدين ومحبطين بضياع البطوله. انا احساسي يا احمد ان وجود اللعيبه الدوليين بعد المباراه الاولانيه ممكن تكون يعني اثرت سلبا، يعني لا مستر موسيماني خد حيز كبير جدا في التفكير يعني الاول ما كانش اللعيبه الدوليين موجودين، فقدر يلعب للمجموعه اللي موجوده اللي هي بدات معاه في المشوار الاولاني، واللعيبه فعلا كل واحد منهم ادى اللي عليه وحاول يثبت وجوده. احنا بنتكلم على ان 25 لعيب من افضل 25 لعيب موجودين في افريقيا والعالم العربي، ما بنقولش اساس احتياطي، ما عندناش في النادي الاهلي اساس احتياطي. فاللعيبه ديت، ويمكن ذكرنا احمد في كذا قعده معاك انت بالذات، وقلنا اللعيبه دي كلها لعيبه دوليه اذا كان منتخب اولمبي او منتخب اول. مظبوط. فطبعا عندهم من الخبرات وعندهم من التحدي وعندهم من الاصرار ان هم يقدروا. ففعلا المباراه الاولى كان اداء النادي الاهلي مميز من ناحيه التنظيميه، من ناحيه الفنيه، من ناحيه الخططيه، كان لينا شكل ولينا وضع، فعشان كده قدرنا نسيطر بشكل كبير جدا على المباراه الاولى وفعلا قدرنا نكسبها. وفي نفس الوقت بدانا ندي ثقه لجمهورنا ان احنا قادمين. المباراه الثانيه حصل نوع من الاختلاف، بس زي ما بقول لك ممكن مستر موسيماني يقول لك ابدا باللعيبه الدوليين ومعاهم رخصه حشيش جايين من المنتخب فمهم جدا انهم يشاركوا. والخصم برضو يعني خصم كابتن حشيش مختلف، يعني بطل المكسيك غير بطل البرازيل، بطل كونكاكاف غير بطل امريكا الجنوبيه، وبالتالي وزنه بالنسبه يمكن احنا ادينا له اكبر من حجمه شويه. بص